نجوم مطبخ ايرم معايا الفنانة مارلين طبعاً. مرحب بيكي في ايرم حبيبتي. هاي هاي ايرم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. بما اننا في رمضان فطبخ اكل صيام فطار، عايز اعرف ايه اكتر اكلة بتحبيها؟ بحب المسقعة بس انا عامله ريجيم ويعني ملتزمه شويه بالريجيم، بس احيانا السلطه الناشفه من غير الدريسنج الغني بالبروتينات بيخليني يعني ما اقدرش اصمد، فعشان كده حبيت اني كمان معاكم انتوا في مطبخ ايرم اقدم سلطه وريجيم بس فيها انجريدينتس محتويات تديكي شويه طاقه. قبل ما هنبتدي شغل عايزه اعرف اكتر اكله بتحبيها، بتحبي تطبخيها؟ انا بحب اطبخها يعني بشكل عام، كل الحاجات اللي فيها خضار، انا مش مياله قوي للحمه فبتفنن مثلا بحاجات الفاصوليا اعملها حلوه قوي مع الرز، وبعملها باللحمه ومن غير لحمه مفرومه قليله. بحب اقف في المطبخ، بحب ابقى ست بيت، بعمل معظم الاكل بتاعي مسلوق. لما يبقى عندي ضيوف بضطر اني اعمل مش مسلوق، بعمل محاشي. لا الحاجات المسبكة دي بصي انت ممكن تقللي ضررها بانه ما تخليش الطماطم تتأكسد، يعني هما بياخدوا الطماطم وبيحطوها وبيقعدوا بيغلوا وبيقلوا مش عارف ايه بالزيت، يعني كل ده أكسدة وكل ده أذية، تعمل تراكم دهون وحاجات في المعدة، أذية جامدة طبعا. طب ايه المشاكل اللي بتقابلك في المطبخ؟ مشاكل بتقابلني اني انا عندي وسوسه كده بالنظافه، فما ببقاش لابسه كده، ببقى حاطه على شعري اشر او في بتخلي شعري يقع في الاكل. الريحه طول وانا واقفه شمشم نفسي، ما شايفاني لابسه مهانم وقاعده بطبخ، فبالمطبخ بعمل نفس الحكايه. بس عندي روب هو ده للطبيخ عشان تبقى ريحته طبيخ وشعري، وطبعا بعد كده لازم استحمى ومش عارف ايه. بحب اطبخ بس عندي مشكله ال وحتى شفاط كبير كده ضخ 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 عشان الروائح. احكي لي بقى كارثه او حادثه حصلت معاكي في المطبخ. اهم حاجه لما تطبخي تقعدي جنب الطبخه، ما تبعديش حتى ولا متر، لانه في لحظه كده تلاقي الدنيا باظت. يعني كل الحله الجديده فيها ماده معينه اللي هي مش عايزين نقولها عشان ما تبقاش دعايه، بس الماده دي هي مخصصه لانها تساعد في الطبخ انه ما يلزقش الاكل في الحله، تبقى مطليه بنيكل. فلا مطليه احيانا بيقول لك ميه الذهب، وناس بتقول لك ميه مش عارف ايه، واحد بيقول لك اختراع ايا كانت دي، لو حفناها لو جرحناها لو احترقت يبقى لازم تترمي، يعني بيبقى فيها ماده سامه قصديريه بتعمل حاله تسمم. في معلومه تانية غريبه جدا الناس ما بتعرفهاش، كلنا لما بنشرب قهوه ولا نسكافيه ولا مش عارف ايه بنحط الميه بيفضل منها شويه فبنسيبها عشان كمان شويه بنروح مزودين عليها. اكبر غلط، الميه بتحطيها على قد حجم الفنجان اللي هتشربيه، لو فضل منها زياده الميه ارميها. لما بتغلي الميه خلاص راحت منها كل الحاجات بتاعتها، بقت مفيش غير السموم اللي فيها. فعلا دي غلطه شائعه، ممكن الناس غلطة كتير شائعه بيرجعوا تاني بيستخدموا الميه نفسها، وممكن يعملها بيروحوا عامل واحده كبيره وكل شويه تلاقي بيسخن نفس الميه. فكمان دي اخطاء شائعه. ايه بقى الحادثه اللي حصلت معاكي في المطبخ؟ انا ملكه المصائب لاني انا شرد على طول. اولا عندي في المطبخ تلفزيون وبحب الرقص، فلو طلعت اي مزيكا حلوه والطبخه شغاله وانا شغاله فبحرق حلل كتير. الحلل مش الاكل نفسه، حلل والاكل على بعضه وكله على بعضه. بس ماما حبيبتي الله يرحمها كانت تقول لي يا خبر ابيض مادلين هتخش المطبخ النهارده، ولا فيها تقول لي طبعا هلاقي 500 حله ومش حلل. بعمل هيصه تخش تنام بقى عشان ما اشوفش المصاريف. بعمل هيصه بشغل البنات بتعملي كذا بتعملي كذا، وبحب اضحك بحب المزيكا.
فلنذهب الى الشيف مادو. الشيف مادو. اوكي بسم الله. طبعا اولا والاهم هو الحفاظ على الهيجينيك، على النظافه. كل حاجه لازم تبقى نظيفه، واولا ايدينا، ولو انتوا تحبوا تشتغلوا بجوانتي ليه لا. عايزه اديكم معلومه ثانيه مهمه وخطيره. الصواني دي احنا ممنوع، ممنوع الحاجات دي. مثلا انا هنا ببص كده الاقي يمكن يكون في جرح اثنين او ثلاثه، ما ينفعش اقطع عليها دي فراخ وارجع ايبولا وغيره اقطع خضار، ما ينفعش. فاذا دي بتاعت خضار خليها للخضار، ما تقطعيش عليها لحمه وخصوصا الفراخ، لان الفراخ فيها مرض فظيع. اوكي احنا اختصرنا الوقت فقطعنا الحاجات ووضبناها. انا هستاذنك الطبق الشيك ده، طبعا انت ممكن تستخدمي اي طبق عندك في البيت، بس انا حبيت اعمل شويه حركات كده. فهحط كميه جبنه، هتجيبي جبنه فيتا. اوكي تمام. الجبنه دي لو حصل ان انت ما عندكيش الجبنه دي ممكن تستخدمي جبنه بيضه تانية، بس انا افضل دي. باخد معلقه ولا اتنين، يعني لازم تبقى فيري ريتش لانه هي الاساس. حاجه صغيره قوي قوي. شفتها. وممكن تقطعيها على حسب المزاج، يعني ممكن تقطعيها سلايسز عاديه. حطينا الجبنه وهرسناها كويس قوي، ونيجي بقى على حاجه جميله اسمها دبس الرمان. حطينا معلقه صغيره. طبعا احنا المقادير ممكن نقول انه حطينا في الاول 3 معالق كبيره من الجبنه. حطينا واحده ودي 2. اوكي انا بعمل دور السلطانه جول بهار السنه دي في السلطان والشاه، فعشان كده مش حتى مانيكير، فسامحوني لانه مش معقول تكون سلطانه في زمن العثمانيين وعامله فرنش. وعامله مانيكير فرنش، انا بحب الفرنش. اوكي حطينا معلقتين صغيرين. خلصنا من دبس الرمان، فبدل الليمون انا هضطر اني احط معلقه خل كامله. كنت هحط معلقه صغيره فهحط معلقه كامله. لو انت عامله ريجيم تقدري تحطي زيت ذره، زيت عباد الشمس. اساسي يعني تحطي زيت زيتون، بس زيت الزيتون لازم يتحط، ده اساسي. 1 2 3 4 5. الخمسة دي احنا ما بنحطهاش لو كان عندنا زيت عباد الشمس او زيت ذرة، كان ممكن نحط مثلا 3 من الزيت العادي و2 من زيت الزيتون، لانه زيت الزيتون ده اولا غالي مش كل الناس بيقدروا يشتروه، وبعدين تقيل، يعني في مواد للناس اللي بتعمل رجيم زي ما ينفعش. العادي بتاعنا ممكن كابوتشا، ممكن خس، ممكن اللي موجود عندك. الجزر. وتروحي حاطه كميه. هو الالوان اصلا بيفتح النفس. هو الالوان والغذاء كبروتين. الخيار عادي، الطماطم عادي، يعني كلنا بنعمل السلطه بالحاجات دي. نفس الحاجات. ايوه. اوكي ثانك يو. اللي مش عادي هو ده، قولي لهم ده ايه وانا. دي فاكهه. ده تفاح، لا كمثرى، فراوله، كانتالوب، تفاح. عيدي تاني. كمثرى، فراوله، كانتالوب، وتفاح. في البيت مفيش ده، فلنفرض انه في البيت في عنب، في مشمش، في خوخ، ينفع. اهم حاجه انك انت لما تحطي الطماطم تقشريها. القشره يا جماعه للي عندهم امراض مثلا القرحه، تلبك المعوي، المصران. القشره المصران ما بيهضمهاش، ما بيقدرش يقطعها. قشره الطماطم مزعجه جدا، وكمان الفلفل الاخضر. انا ما بستخدمش فلفل الاخضر خالص. هقول لك بقى حاجه. صوره صوره.